كان أهلا ومرحبا بكم أينما وصل إليكم صوتنا. طبعا مع اقتراب عيد الفطر المبارك تتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة جدا، والناس بتسأل هي الكهرباء هتقطع إمتى في العيد. إحنا عارفين طبعا إن إحنا في شهر رمضان المبارك كانت الحكومة اتخذت قرار قبيل بدء الشهر الكريم بأنه لا تخفيف للأحمال في شهر رمضان، ولكن الكلام الآن والسؤال عما هو بعد شهر رمضان. بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء لم يتطرق إلى ما هو بعد شهر رمضان المبارك، يعني حتى إن عيد الفطر لا يشمله قرار وقف تخفيف الأحمال، بمعنى إنه شهر رمضان هو كما هو معروف أو العيد أول يوم العيد هيكون يوم 1 شوال، إذا هو الشهر التالي لشهر رمضان مباشرة، إذا عيد الفطر المبارك لا يشمله وقف تخفيف الأحمال. الكلام ده أكده لي تلجراف مصر في تصريحات خاصة لينا مصدر بوزارة الكهرباء، قال لك إنه بيان مجلس الوزراء كان واضح وكان صريح، هو وقف خطة تحميل تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان فقط، ولكن البيان لم يتطرق أو لم يذكر ما هو بعد شهر رمضان المبارك. وكمان وضح المصدر في تصريحاته الخاصة إلى إنه سيتم عودة العمل بجدول تخفيف الأحمال التي كانت قد وضعتها وزارة الكهرباء قبل بداية يعني في منتصف العام الماضي. احنا يعني بالرجوع الى موعد تطبيق تخفيف الاحمال كانت اعلنت عنه الحكومة في منتصف العام الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة في ذلك الوقت وزيادة الضغط على محطات توليد الكهرباء، وكان لزاما اتخاذ قرار تخفيف الاحمال، وهو ما تم على ان يكون ساعة واحدة يوميا، ثم بعد ذلك تم تعديل الجداول لتصبح ساعتين يوميا. اذا كان تخفيف الأحمال قد بدأ منتصف العام الماضي 2023، ومع قدوم شهر رمضان المبارك قررت الحكومة وقف تخفيف الأحمال بمناسبة هذا الشهر الكريم، وهو ما لمسه المواطنون، وكان قرارا حظي في ذلك الوقت بإشادة كبيرة وحظي بترحيبا واسعا. وبالتالي اليوم التفكير فيما هو بعد شهر رمضان، الإجابة قولا واحدا كما وضحها مصدر لتلجراف مصر أنه سيتم العمل بجدول تخفيف الأحمال بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك. إذن وبحسب كل منطقة وبحسب كل محافظة طبقا للمواعيد المعروفة، يعني كل واحد كده يرجع لجدوله اللي كان ماشي عليه قبل شهر رمضان، شوف انت جدولك كان ايه في تخفيف الأحمال كما هو موضح بالظبط. كمان كان في استثناءات قبل كده من جدول تخفيف الأحمال أيام الامتحانات، قالك مش هنقطعها بالليل عشان الطلاب يذاكروا وما إلى ذلك، فبالتالي هذه الاستثناءات سيتم النظر فيها أيضا مع عودة تخفيف الأحمال من جديد. إذن تخفيف الأحمال راجع ما فيش كلام فيه، ولكن الكلام في التوقيتات، هل ممكن يتم تعديل التوقيتات لو في امتحانات هيكون استثناء المواعيد الليلية من التخفيف عشان خاطر اللي يتمكن الطلاب من المذاكرة والاستعداد لامتحاناتهم. كمان عايزين نقول ان يعني مجلس الوزراء اكيد هيصدر بيان باذن الله في طبق الكلام المصدر ليؤكد على انه العمل هيكون ازاي وهيتم ايه اللي هيتم فيما يتعلق بتخفيف الاحمال، وهل سيتم الرجوع للجداول القديمه ام انه هيتم طرح جداول جديده لتخفيف الاحمال. هو ده القرار المنتظر واللي الناس كلها بتنتظر قرار مجلس الوزراء ووزاره الكهرباء في هذا الشان. طبعا عايزين نتحدث ونقول ان وزارة الكهرباء بتعدل كانت بتعمل تعديل يومي لمواعيد قطع الكهرباء، وده هيكون طبعا وفقا لتعليمات مركز التحكم القومي بوزارة الكهرباء، يعني قطع الكهرباء لا يكون قرار عشوائي ولا يكون قرار من باب يعني النكد على المواطن، لا 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 لا، هذا القرار هو قرار رغمت عليه وزارة الكهرباء بسبب الضغط على الشبكات ومحطات التوليد، واللي نتج عن ارتفاع درجات الحرارة في ذلك الوقت إلى معدلات غير مسبوقة. وأكيد كلنا فاكرين السنة اللي فاتت الصيف الماضي كان شديد الحرارة، وهو ما استدعى أو ما اضطر الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، ورئيس الوزراء قال إن إحنا إن شاء الله هنعمل على توفير في ذلك الوقت، يعني كان له تصريحات تم تداولها بشكل واسع، قال لك إحنا هنعمل على توفير المازوت وتوفير ما هو لازم لتوليد الكهرباء، فحتى لا نضطر لهذا القرار، قال لك هذا القرار صعب وهذا القرار يعني نحن لا نحبزه ولكن أرغمنا عليه وسنعمل على توفير ما واردنا أو ما نستورده من الخارج من المازوت ولمحطات الكهرباء حتى لا يكون هناك حاجة لوقف تخفيف الأحمال. كمان عايزين نؤكد لحضراتكم إنه في بعض الجهات أو بعض المنشآت أو بعض المباني وبعض المصالح الحكومية مستثناة من قرار تخفيف الأحمال، وهي كما هي طبعا المستشفيات بجميع أنواعها وجميع الوحدات الصحية في جميع المحافظات،
كلها بلا استثناء معفاه او مستثناه من قرار تخفيف الاعمال، وكذلك مراكز واقسام الشرطه وبعض المستشفيات والجامعات لا يشملها قرار وقف تخفيف الاعمال، وسيكون هذا بالتنسيق مع المسؤولين لتحديد اليه وموعد التخفيف بعد انتهاء شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. اذا هناك بعض الجهات وهناك بعض المباني التي لا غنى لعملها عن الكهرباء لا يشملها تخفيف الاحمال، هي المستشفيات واقسام الشرطه وبعض المدارس والجامعات وبعض الهيئات والمؤسسات الحكوميه الاخرى اللي بيكون العمل فيها لازما وضروريا ولا بد من وجود الكهرباء. اذا الكهرباء يتم تخفيفها فقط على بعض المنشآت المدنية أو بعض المساكن والمنازل الخاصة بالمواطنين والأهالي، وكذلك بعض المنشآت التي تحتمل قطع أو الخضوع لقرار وقف تخفيف، عفوا لتخضع لتخفيف الأحمال. إذا طالما أن تخفيف الأحمال لا يؤثر على طبيعة العمل، لا يؤثر على مجريات العمل فيها، إذا لا مانع من خضوع لتخفيف الأحمال. طبعا عايزين نؤكد لحضراتكم على الأسباب التي دفعت وزارة الكهرباء لوضع خطة تخفيف الأحمال في العام الماضي، هي نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، واللي أدى بدوره إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين. إذا لما نقص الوقود نقص عندنا كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها، وبالتالي كان هناك خطة تخفيف الأحمال. وطبعا احنا شفنا في فصل الصيف يزداد استهلاك المواطنين من المكيفات التكييفات وادوات التبريد. طبعا احنا بنشوف الثلاجات طوال اليوم، طوال على مدار الساعه في الصيف، على مدار الساعه في الصيف، فبالتالي هو ده اللي يعني ادى بنا الى خطه تخفيف الاحمال. كمان كان في ارشادات من الحكومه ليل نهار خلال الصيف الماضي للمطالبه بتخفيف الاستهلاك في المنازل، وانه ما يكونش يعني تقليل درجه التكييف الى ما دون ال 20 او 25، لان كل ما زاد انخفضت الحراره كلما ارتفع استهلاكها للطاقه، يعني هناك علاقه عكسيه بلغه الحساب، كلما انخفضت درجه حراره التكييف كلما زاد استهلاكها للطاقه او الكهرباء، وهو ما حدا به وزاره الكهرباء وبعض المسؤولين الحكوميين وايضا المعنيين بهذا الملف، لان هذا الملف يشمل وزاره الكهرباء ويشمل وزاره البترول ايضا، لان هي من توفر المشتقات البتروليه لمحطات توليد الكهرباء، على الوقت انها تناشد وتطالب المواطنين ب يعني تخفيض الاستهلاك على قدر الامكان، حتى لان الدور يكون تشاركي على الجميع، لان هذه هي مسؤوليه يعني مشتركه، مسؤوليه مجتمعيه على الجميع ان يشارك فيها. من يمكنه تخفيف الاستهلاك في المنزل فليخفف الاستهلاك حتى لا يكون هناك حاجه لخطه تخفيف الاحمال، وان شاء الله باذن الله نتمنى يعني ان تتلاشى هذه الخطه وان تنتهي من قاموس المصريين وما يكونش عندنا تخفيف احمال بعد كده باذن الله. ده كلنا عايزينه وكلنا نامل ونطمح ليه، ولكن لابد ان يعني نرضخ للظروف اللي بتحكمنا وارتفاع الحراره، على حسب برضو درجات الحراره هتيجي ازاي الصيف ده. الحمد لله الشتاء ما كانش فيه برد قاسي، فبالتالي من المتوقع لما جاش فيه برد شديد فلن يكون هناك حراره شديده. طبعا دي كلها يعني في علم الغيب حتى الان، واحنا بنتابع الابحاث او الدراسات او البيانات الصادره عن هيئه الارصاد الجويه، وهي التي تبشرنا بحاله الطقس خلال الصيف المقبل، والتي اكدت خلال عديد من البيانات انه ان شاء الله لن يكون صيفا حارا كما كان في الصيف الماضي، وبالتالي قد لا نحتاج الى خطة تخفيف الاحمال. طبعا ان شاء الله باذن الله يوم العيد هيبدا العوده لخطه تخفيف الاحمال من جديد، اذا هناك تخفيف للاحمال من جديد، والذي كان قد توقف مع بدايه شهر رمضان المبارك بناء على خطه من الحكومه، وكانت وعدت يعني وبشرت المواطنين بانه لا تخفيف للاحمال، واحنا بالفعل عايشين دلوقتي في رمضان ما فيش تخفيف للاحمال، ما فيش حد بيشتكي من قطع الكهرباء اطلاقا، ولكن هذا الامر لن يستمر الا مع اخر يوم في شهر رمضان، واللي باذن الله سيكون فلكيا حسب البحوث الفلكيه حتى الان اخر شهر رمضان يوم الثلاثاء المقبل، يعني زي النهارده اخر يوم في تخفيف الاحمال، ومن يوم الاربعاء القادم ان شاء الله حيكون العيد فلكيا، الا ان يكون لي يعني دار الافتاء واستطلاع الهلال راي اخر ويكون العيد الخميس كما هو حال بعض الدول. في بعض الدول اعلنت الخميس العيد هيكون الخميس ان شاء الله، الخميس بعد المقبل، يعني مش الخميس اللي بعد بكره، لا الخميس اللي بعده ان شاء الله. وفي ناس اعلنت او في بعض الدول اعلنت ان العيد هيكون يوم الاربعاء بعد المقبل، يعني زي بكره ان شاء الله هيكون العيد. احنا حتى الان فلكيا في مصر
مصر عيد الفطر المبارك هيكون يوم الأربعاء بإذن الله، ولكن إذا لم يكن هناك رأي آخر لدار الإفتاء أو عندما يتم استطلاع الهلال، فبالتالي قد يكون العيد يوم الخميس. حتى هذا الموعد وحتى ما بين أيدينا من معلومات صدرت عن المركز القومي للبحوث الفلكية، العيد يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، بعد المقبل يعني زي بكرة إن شاء الله، وسيتم مجددا العودة لتخفيف الأحمال من جديد. إلى هنا وإلى هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يعني هذا البث المباشر الذي أردنا من خلاله أن نحيط سيادتكم علما بأنه سيتم العودة لتخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، ومع حلول الأول من شوال وهو الموافق واحد أو يوم أول أيام عيد الفطر المبارك بإذن الله يوم الأربعاء. دمتم متابعة الإجراء في مصر بكل خير، وكل عام وحضراتكم في أحسن حال إن شاء الله.